بسم الله. اليوم عندنا كرفان بشركة الفورست تريفر. هذا الكرفان سيرفيا الطول 29 قدم مع مطبخ خارجي مع توسعة. السعر 165,000 درهم. لحظة شوي صديقي، نركب لك المحول، نركب لك الشطاف، نركب لك الطاقة الشمسية، نوصل لك إياه البحرين، المملكة العربية السعودية، قطر، ما عندك مشكلة. السعر شامل. ها لحظة، المملكة العربية السعودية 15%، قطر ما عندهم ضريبة، فكل دولة بضريبتها. نشوف الكرفان ونقول بسم الله صديقي. جيك اوتوماتيك، سلندر الغاز، نقطة مهمة الزجاجة، مستودع كبير الخارجي صديقي، المظلة الكبيرة الخارجية مع سماعات مع نظام الـ LED، المطبخ الخارجي نظامه ألمنيوم، الثلاجة نقدر نركب الشاور، مستودع كبير خارجي في هذا المكان. ما تبغي تنزل، سكر الباب، الدري، تاير السبير، تقدر تضيف كاميرا خارجية في التوسعة، توسعة كبيرة. بسم الله، وندخل الكرفان ونشوف هذه التقسيم الجميلة لهذا الكرفان، كرفان سيرفيا بطول 29 قدم، هذا الكرفان بسعر 165. عندنا طاولة الطعام، عندنا هذا الكرسي الجميل نقدر نستخدمه في كل مكان، نشوف في التلفزيون، وعندنا المطبخ، هذا المطبخ مع مستودعاته، هاي كلها مستودعات. عندنا الميكروويف له 3 استخدامات، اللي هو نشيل التجمع، الشواية، هذا الميكرويف نحر فيه أكلنا، وإذا بغينا نطبخ نسوي الكيك ندلع عمارنا، نظام الشفاط موجود، هذا المكان نغسل ونطبخ ونسوي ريوق. هاي طاولة الطعام نسميها طاولة الطعام حق ريوق الصبح، نحط ريوقنا في هذا المكان. شوفوا على صغر حجمها بس فيها استمتاع والقعدة طيبة. عندنا المكيف سنترال في هذا المكان، عندنا السماعات الداخلية، عندنا ثلاجة 12 فولت، هذه الثلاجة 12 فولت، والموقع الثلاجة موقع جميل أنا الصراحة أشوفه. ناخذ كل تفاصيل في هذا الكرفان. عندنا الدبل سرير فوق وتحت مع نظام USB مع الزجاج الداخلي للأطفال، وعندنا مستودع تحت ومستودع فوق، شيء جميل. طبعا يضم لشخصين، هذا الكرفان يكفي لكم؟ ل5 أشخاص. عندنا المستودعات، هذه هي مستودعات، هني ندخل دورة المياه في هذا المكان، وإذا بغينا نتسبح نشوف الطول جدا مناسب، نقاط جدا مهمة. شوف الحمام WC سرامي ما شاء الله، نعلق ملابسنا، وهنا مستودع، وهنا دورة المياه. لا ما ينسونك، ما ينسونك ابدا، ما ينسونك ابدا، ما ينسونك. قطع ويقطع ما شاء الله، قطع قطع البصل، قطع كل شيء. على هذه خلصت، نظفته، رجعها مكانها، الله يرضى عليك، خلصنا. فجميل، عندنا المسجل الداخلي في هذا المكان، الطاقة الشمسية، عندنا التوسعة، عندنا المظلة الخارجية. جميل صديقي، قعقالك بتعلق ملابسك، بادرة طيبة هم سووها. عندنا في هذا الكرفان نظام التدفئة ونظام التكييف بنظام السنترال. طبعا إذا بندخل غرفة النوم، غرفة معزولة بهذه الطريقة ولها مفتاح، سمي بسم الله وتدخل على غرفة الماستر روم. طبعا هذه الماستر روم، نشوف المميزات اللي فيها. طبعا عندنا مستودعات فوق وتحت، عندنا هني إذا بغينا نعلق الملابس، سدات 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 سدات. والله نقطة مهمة ما تعرف شو قيمتها في الوقت الحالي اللي ما تستخدم الكرفان. طبعا عندنا في هذا المكان مستودع يميننا ويسارنا، إذا بغينا نحط تلفوناتنا، بغينا نحط الكهرباء في هذا المكان، غرفة ملكية. عندنا زجاجة هني يميننا ويسارنا، يعني المجموع الكلي 3 فوق المنوى. خلنا نكتشف في شيء تحت. نعم، كرفان فيه فاكيوم ماشين ونسينا ان نذكره، هني الفاكيوم ماشين تقدر تستخدمه وتنظف الكرفان. المستودعات عند المطبخ، هذا هو الفاكيوم ماشين. ختامية لهذا الكرفان الجميل، هذا الكرفان بطول 29 قدم، السعر قلنا 165,000 شامل الطاقة الشمسية، شامل المحول، شامل الشطاف، شامل التوصيل، شامل الجمارك والضريبة على كل دولة. هذا الكرفان مع فاكيوم ماشين، مواصفات خشب، كرفان سيرفيا من أجود أنواع الكرفانات، وقول بسم الله وتأخذ لك أحلى كرفان مع عند أخوك براشد. تحياتي لكم.